السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رقية مباركة بإذن الله جل وعلا للقضاء على السحر المأكول في المعدة. فكل ما عليك يا أخي الكريم إنك أنت تلتزم بالمسائل التي سأذكرك بها، وأذكر نفسي وإياك أن القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكل ما أريده منك أثناء الاستماع إلى هذه الرقية هي إنك أنت تكون متوضئ، لأن الوضوء شطر الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت نصف مؤمن. وفي الأوضة اللي هتدخل تستمع فيها لهذه الرقية أو في المكان اللي هتجلس فيه قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت داخل تستمع إليها، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ثم بعد ذلك أريد منك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو الشخص المؤمن، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما الأمر الأخير الذي أوصي نفسي وإياك به، أن إذا أردت أن تستمع لهذه الرقية وأردت الأكل أو الشراب فلتسمي الله عز وجل ولتحمد الله عز وجل حتى تعم البركة فيما تأكل وينصرف عنك سحر الشيطان وإذا. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اتوضيت يا أخي الكريم؟ لو ما توضيتش عايزك الآن إنك أنت تتوضأ ثم تفعل ما قلته لك بالتدريج، واستمع معي إلى هذه الآيات، وسأثبت لك، ومن يثبت لك هو الله جل وعلا وليس أنا، فالله عز وجل معك ومعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يحضرنا الآن في الاستماع لهذه القراءة. فقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلمت على النبي بارك الله عز وجل فيك، فاستمع إلى ما أتلوه من آيات وركز معي وتابع ما أقوله لك وأذكرك به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
انظر إلى بطنك الآن يا أخي الكريم، وانظري إلى معدتك يا أختي الكريمة الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. تنتفخ المعدة الآن، تنتفخ المعدة الآن بإذن الله، تنتفخ المعدة، معدتك انتفخت الآن يا أخي الكريم. إذا فلتركز معي في هذه الآيات المعدودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أغمض عينك واضطجع على جنبك اليمين، أو اجلس على يعني أي كرسي، وضع يدك على ركبتيك، أو نم على ظهرك، المهم أنك أنت تكون مغمض عينك الآن وأنت بتستمع لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله. يجمع كل سحر في هذا الجسد لليد اليسار. يجمع كل سحر في هذا الجسد لليد اليسار. تنتفخ المعدة الآن. ينتقل العارض اللي موجود في الجسد للقدم اليسار. استمع لي يا أخي الكريم وأنت مغمض العينين وأنصت ولا تفعل أي شيء وأي حركة لا إرادية تحدث في جسدك دعها ودع كل جسدك على انسياب تام. ثم بعد ذلك سأخبرك ما تفعله في المرة الثانية لسماعك لهذه الرقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام على من اتبع. أحرج بالله العلي العظيم على كل ساحر وحاشيته وجنده أن يسحب أذاه من هذا الجسد. أحرج عليك بالله العلي العظيم أن تسحب كل الخيوط التي عقدتها في المعدة. تفجر كل الخيوط التي عقدت في المعدة. تتفجر هذه الخيوط الآن. تتفجر هذه الخيوط الآن. يسحب السحر اللي موجود في المعدة الآن. يسحب 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 كل من يسكن في المعدة. تدمر العقد. تدمر العقد. تدمر العقد بأمر الله. أحرج عليكم بالله العلي العظيم أن تسحبوا أذاكم الآن. أحرج عليكم بالله العلي العظيم أن تسحبوا أذاكم الآن. أحرج عليكم بالله العلي العظيم أن تسحبوا أذاكم الآن. يسحب كل من يسكن في الجسد الآن. لو شعرت بتنميل يا أخي الكريم في رجلك الشمال أو في ذراعك اليسار أو تبلة أو نفضة في جسدك فقل حسبي الله ونعم الوكيل ثلاث مرات. ردت كمان. ردتها كمان مرة. ثم أغمض عينيك وقل الله أكبر. الله أعظم مما أخاف وأحذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
تلقف ما يأفكون، تلقف ما يأفكون، تلقف ما يأفكون، تلقف ما يأفكون، تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. يسجد كل ساحر يتابع هذا الجسد لله جل وعلا، يسجد كل ساحر لله عز وجل ويعلن توبته، يسجد كل ساحر في هذا الجسد لله جل وعلا ويعلن توبته. اسجد لله جل وعلا واعلن توبتك. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول سحر مستمر، سحر مستمر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. يسلسل كل من يسكن في الجسد الآن، يسلسل كل من يسكن في الجسد الآن، يسلسل كل من يسكن في الجسد الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون في الحميم، ثم في النار يسجرون. وفجرنا فيها من العيون، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقتل كل من يسكن في هذا الجسد الآن، يقتل كل من يسكن في هذا الجسد، يقتل كل من يسكن في هذا الجسد الآن، يقتل كل من يسكن في هذا الجسد الآن. تضرب عنقه بأمر الله، تضرب عنقه بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يجمع كل عارض في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد للرجل اليسار الآن، يجمع للقدم اليسار الآن. هتلاقي تنميل شديد جدا في رجلك الشمال يا أخي الكريم. عايزك أنك أنت تمسك اختبار سكر وتضغط صبعك الصغير والخمس أصابع، خلوهم يخرروا دم وركز معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله. يسحب كل عارض في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله بسم الله بسم الله. يختفي التنمير اللي موجود في الجسد والآلام اللي موجودة في الجسد بأمر الله. أخي الكريم، على كاس ماء مثل هذا تمام أحضره جنبك بجوار الرقية المرة الثانية واستمع لها وأنت مغمض العينين، ولا تجعل أي شيء يتحكم في جسدك. ثم بعد المرة الثانية أنفس في الماء 7 مرات حينما أنفس الآن. بسم الله. قل الحمد لله، ثم بعد ذلك اشرب هذا الماء واستمع لآيات الشفاء مني الآن يشفي جسدك الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. حاول تحافظ على صلاتك المفروضة يا أخي الكريم حتى ينجيك الله عز وجل، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله عز وجل يتولاك إن حفظت على صلاتك. اللهم اشف عبدك ينكى ولك عدو ونمشي إلى صلاة. اللهم اشف عبدك ينكى ولك عدو ونمشي إلى صلاة. اللهم اشف عبدك ينكى ولك عدو ونمشي إلى صلاة. اللهم رب الناس أذهب البأس أشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أصلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 أصلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. شاركها لغيرك فالدل على الخير كفاعله، لا تجعلها تقف عندك يا أخي الكريم إن استفدت منها. أسأل الله عز وجل أن يجعلها شفاء ويتقبلها ويبارك في كل من نشرها. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.